هل يجوز أن أذكر الله عز وجل خلال تصفحي على الإنترنت أم يشترط التفرغ لذلك بدون الانشغال بأمره؟ يعني هو قاعد مثلا الموبايل كده وقاعد يقلب، الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويتفرج ويقرأ التعليقات بس لسانه شغال بذكر الله، أحسن من الغفلة، أحسن من الغفلة، لكن ليس هذا هو حال كمال الذكر. لكن لو فعلت كده فهو أحسن من الغفلة، لأن ذكر، شوف سيدنا أحمد بن عطاء اللي بيقول لك إيه، ذكر مع الغفلة خير من لا ذكر على الإطلاق. شوف بقى، وبعدين استمر على ذكرك مع الغفلة لعل الله يمن عليك بذكر مع حضور، ثم يرتقي معك فتغيب عما سوى المذكور. دي درجات بقى في الذكر. لكن على أي حال ما فيش مشكلة إن الواحد هو قاعد مثلا بيتصفح حاجة كده لسانه بيلهج بلا إله إلا الله أو بتسبيح الله أو بالاسم المفرد وقاعد بيقلب كده، ما فيهاش حاجة، ما فيش مشكلة، أحسن من إيه، من الغفلة. لكن ما ينفعش تعمل كده وأنت بتذاكر، هتسقط، لأن المذاكرة عايزة إيه، تفرغ، ولازم تبقى كلك في المعلومة اللي بتقراها عشان ترسخ في ذهنك وتقلبها في ذهنك، تعرف إيه تكتبها في الامتحان لما تسأل فيه. فما ينفعش في المذاكرة بقى والمناهج الدراسية انك انت تعمل كده. انا كنت اعمل العمليات، لان العمليات لما الواحد بيعتاد الجراحة وبتبقى مهنته بيعملها آلية كده، زي انت وانت بتسوق العربية تلاقي بتتكلم في كل المواضيع الا السواقة، والسواقة ماشية حلوة برضو، ليه؟ لان بقت تلقائية، فهم؟ كذلك الجراحين دول تتفرج عليهم وهو بيشتغل العملية، عملية دقيقة، وبيتكلم في السياسة وفي أسعار البطاطس وفي مشاكله مع مراته وأحواله مع عياله، تكلم في كل حاجة إلا العملية، وهو إيده شغال. ليه؟ بقى خلاص تلقائي من كتر ما الواحد بقى في مهنته. واللي بيبني برضه تلاقي البنا قاعد شغال بيبني وبيغري مع زميله والبناء ماشي كويس، كل واحد في مهنته كده، فهمت بقى إزاي؟ لو كنت وصلت للتلقائية دي في مهنتك لا بأس انك انت بقى ايه تشغل نفسك بذكر الله وانت ايه وانت بتشتغل المهنة بتلقائية كده، لا بأس، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو هتحس ان هذا الذكر او الكلام في غير الذكر حتى اثناء المهنة يؤدي الى عدم اتقانها يبقى ركز واسكت. عشان كده في بداية التعليم الجراحي النايب اللي لسه بيتعلم بتلاقي كل همه عايز يتقن مسكة الآلة وحركة الإبرة والتشريح والوصول للإيه للعضو المريض من خلال الدم اللي حواليه وإزاي يوقف الدم اللي حواليه، فتلاقيه منهمك لدرجة يمكن كنا ننادي على بعض الجراحين الصغيرين ما يسمعش إنك ناديته من كتر ما هو إيه كل مخه في الإيه في الشغل. دي مرحلة في التعليم. بعد كده لما بيتقن بقى وعمل العملية دي 1000 مرة خلاص بقى بيبقى داخل كده وقاعد ايه يعني يتكلم في كل حاجة ويبص لكل حد وسامع كل كلام حواليه، واخد بالك، وداريان بكل اللي حواليه وهو شغله ما بيتأثرش. فدي مراحل، فهمت؟ لكن في مرحلة التعليم ما تشغلش نفسك عن شيء وانت بتتعلم غير العلم نفسه، كويس؟ سواء كان التعليم ده يدوي او تعليم حتى فكري ومعلوماتي او تعليم حتى معلومات مش شرط مهنة، فلازم تبقى مركز فيها كويس في بدايتك. بعد كده لما بتعتادها ممكن تذكر ربك. انت تشوف الراجل مثلا في الصنعة كان راجل خياط ايام الناس الصالحين، يقول لك انا وردي ان انا اذكر اسم الله واصلي على النبي حد ما خلص ايه 10 اسواب، يعني بيحدد المدة الايه الذكر بتاعه ورده ب10 اسواب. هو راجل خياط يقعد يقطع ده ويعمل ده ويشبك ده ويعمل ده، ياخد له 2 3 ساعات وهو شغال في 2 3 ساعات دول يذكر له، وهو شغال لانها بقت خلاص بالنسبة له مهنة رتيبة، خلاص مش محتاجة تفكير، بيعملها كل يوم حفظها، فاهم؟ فيقوم ايه يذكر ربه ويحدد ورده بعدد ايه القطع اللي خلصها فصلها، او بعدد مثلا ايه الـ حتى ان في بعض الستات ربات البيوت، كنت اعرف انا بعض الناس، كان في واحدة قريبتنا كانت وهي قاعدة توقف تغسل المواعين ومش عارف ايه شغالة صلاة على النبي، شغالة تطبخ وشغالة صلاة على النبي كده، رخت طعامها يا اخي كان بيبقى حلو قوي. اه والله بكلمها جد. ليه؟ لانه مذكور في اسم الله على طول. لكن لما تبقى لسه عروسة جديدة واول مرة تدخل المطبخ
وتقول لها اذكري ربنا وانت بتطبخي، هتحرق ثوبها وتكب السمنه وتكب الزيت لانها لسه ايه مش متمرس. اللي مش متمرس لازم يبقى مركز في اللي بيعمله. فهمت بقى ازاي؟ لحد ما ايه يصل لمرحله الاتقان. لما يصل لحد الاتقان ممكن تعمل ايه؟ يبقى لسانك شغال بالذكر حتى بالقران وانت قاعد بايه؟ بتعمل مهنتك العاديه. وياما انا كملت وردي وانا بعمل عمليات الصبح. يعني ورد الصبح ما لحقتوش. فكنت قاعد اكمل وانا شغال في العمليه كتير. ليه؟ لان خلاص بقت المهنه بقت ايه؟ رتيبه. فيها نوع من الرتابه وحفظناها بقى. خلاص حفظناها وجربناها 100 مره. مش 100 مره، ده في ناس عملت مثلا 20,000 عمليه، 30,000 عمليه. هتقول لي بقى هيقعد يفكر في كل عمليه؟ خلاص بقى. ده بيعملها تلقائي كده زي اللي بيسوق العربيه تلقائي. فهمت؟ أعاني منذ سنين من تعب ونعاس وإرهاق شديد لما أصلي الفرائض أو أقول الأذكار. بحس إن الصلاة أو قراءة القرآن تقيلة على نفسي لدرجة إني أنسى كنت في أي ركعاني، أنهي ركعة أو وقفت على أنهي آية، ولما أنتهي أرجع عادي وفايق ونشيط كأن لم يحدث شيء. على أي حال صلاتك وأنت في هذه الحالة بتاخد إيه؟ ثواب مضاعف. لكن انت بتقاوم كسلك وفي نفس الوقت بتؤدي المطلوب عليك، فانت لك ثواب مضاعف. زي بالظبط اللي بيقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له اجران. لكن انا انصح انك انت ما تعملش صلاتك في اخر يومك تبقى تعبان بقى وخلاص. في ناس تاجل العشاء الحاد قبل ما ينام، يوم على قبل ما ينام بيكون منهك وعايز بقى ينام، خلاص تعب استهلك نفسه خلاص في يومه، فيجي يصلي العشاء يبقى مش عارف، يبقى نفسه خلصها بقى قبل ما يبتديها حتى من كتر تعبه. فانت لما تصلي الصلاه لوقتها في اول وقتها وانت نشيط ان شاء الله هتلاقي نفسك احسن كتير. لكن على اي حال لو جاءك نوع من الكسل والخمول اثناء العباده فربنا يريد يضاعف لك الاجر انك تقاوم نفسك حتى تنشط لعباده مولاك. ادي كل الحكايه. فربنا يريد بنا الخير على كل حال، سواء مقبل بنشاط او مقبل بعناء. المقبل بعناء، مش ربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا؟ خفافا يعني بنشاط، وثقالا وانت تعبان شويه ما يجراش حاجه برضو انفر الى الله، ما تركنش لتعبك، ربنا هيدي لك ثواب كبير في على حالتي. لجأت للادويه النفسيه تحسنت حالتي، ولكن اصبحت انام كتير واكل كتير، دي بالإضافة إلى بعض الأعراض الجانبية الأخرى. فامتنعت عن الدواء، فهل يمكن العلاج بدون أخذ أدوية؟ أيوة، أنت تاخد الأدوية لحد ما إيه وجدانك يرجع لطبيعته، الخوف الزائد يروح والقلق الزائد يروح والقبضة الشديدة اللي في قلبك تروح ونومك ينتظم، واستمر على الأدوية شهرين ثلاثة على هذه الحالة، وبعدين اسحب الأدوية تدريجيا واستعن بالله إن شاء الله ما تعودش. أدي كل الحكاية. لكن ما تبطلش الدواء مرة واحدة، بطله بهدوء كده عن طريق برضو الدكتور اللي كتبه لك ايه، واسحبه تدريجيا وحاول تواجه الحياة بقى بدون انفعالات زائدة علشان ما يرجع لكش المرض تاني.